الحسم ماتش الاتحاد والفتح ده يبقى ماتش يعني ملتزم. بيحاول فيليبي وادي الكوره عند بنزيما يسدد. سادات والساده مشاهدينا متابعينا محبينا، حلوه من كريم بنزيما اللي استلم ودار كويس. هارون هارون لو بص لبره، بص لبره لبنزيما، هدف يصل حاله المعاناه الهجوميه بركبته كريم. ويا اتحاد حظك اليوم كريم، حظ يا ما تجيش الا كده، وحظك اليوم كريم يا اتحاد، هي ما تجيش الا كده ويا اتحاد. الصراحه دي اول مباراه يعني كده اشوف حكم بيدي مينيو. لعب الكره الطويله الاماميه بنزيما مع الكره بنزيما بين الزميل ناصر بنزيما. استلم ودار كريم بنزيما. الاتحاد هيلعب بثلاثة، هما بيلعبوا بثلاثة. دي نابولي وادي اللمسة حلوة جميلة عبر العرض، لكن الكرة بتنزل لبنزيما، يهيئ الكرة اللي مرر الكرة عند كريم بنزيما. بنزيما رجع مرو مارينيو، بينية حلوة عند كريم بنزيما، بلمسة عند كانتي. ادي الكرة وادي هنا التفويتة، وهنا لسه بنزيما. بنزيما استلم، هو اللي بيتصدى للكرة من حكم الساحة السيد بييرو كالفا التشيلي. هنا انسى مداني بنزيما بالكرة العالية على أي من تاني. بنزيما عالية والمرمى سعودي، مرر الكرة عند كريم بنزيما، نقل إلى فابينيو إلى بنزيما، ولكن التسديدة لكن شوف بنزيما رد فعل أخدود. وأدي هنا كريم بنزيما لعبها، وبص الخروج، الماتش فيه هدف ولا إيه؟ عالية لمصلحة نادي الاتحاد. بنزيما المرة دي هذه الآن خطر الاتحاد، الآن خطر. كرة عند صالح لنهاية، الكرة اتقطعت من فابينيو إلى كريم بنزيما مع الكرة بنزيما. بنزيما بيحاول كانتي إلى كريم بنزيما، في اقصى الجانب الايسر الى كريم بنزيما، الكره اماميه بنزيما. بنزيما بنزيما اتحسدت يا كريم. زبداني بنزيما يعدي كريم يا فرحان.